قاعد انا اجزم معك. لا اقصد انه هو من يروح رئيس مجلس النواب يقول طبعا هذا علني راح يصير طبيعي بس الناحيه السياسيه تحالف القوى العراقيه ما عنده اسناد خارجي ما معقوله يا ما أخير. عندنا للامانه ما عندنا تعرف ليش؟ لان انا دائما اقول السنه ما عندهم شريك خارجي زين ومتكلم حتى بالفضائيات ومع الاخوه يعني بالحزب التقدم ما عندنا شريك خارجي سياسي يعني ما تقدر تعتمد على اي دوله في اسنادك وصوتكم المشكلة. نعم سوشنا من يقول لك ما سوشنا إيه مشكلة بيكم لأن تعددية رؤساء الأحزاب وتعددية الزعامة وعملية عدم تكرار الزعيم رئيسا للبرلمان لمدة دورتين هو حقيقة من يعطيك أمر بعدم الوثوق بالمكون كله زين. يعني أنا الشيعي شلون أتفق ويا محمد الكربولي بال 2018 الانتخابات وهم من وبال 21 لا عوف التمزق هسه وبال 21 محمد الكربولي لا صعد له ولا حزبه زين وين الاتفاقية مالته لذلك على السنة أن يتعاملوا بعمل سياسي وليس بعمل انتخابي العمل الانتخابي شيء مختلف عن العمل السياسي كل أحزابنا هي أحزاب انتخابية ولم تكون ولا يعني تقدر نقول تصل إلى مستوى بأن هي أحزاب سياسية وعليه يجب أن يكون هنالك حزبا سياسيا يكرر نفسه في الانتخابات ويكون ممثل للمكون السني بعدد مقاعدة 10-20-15 لكن هو بالأخير يكون متكرر ومتواجد داخل قبة البرلمان مع الشريك هسه احنا الموجودين مجلس النواب كنا 110 او 102 بال 2010 واليوم احنا موجودين 71 كثير من الزعامات اللي كانت موجودة هن فشلت في الوصول الى اقناع الناخب ان يكرر مرة اخرى فبالتالي الشيعي ما مجبور ان يتفق ويا محمد بال 2018 بال 22 محمد ما موجود مع ذلك فلذلك ماكو قناعة بالداخل زين هو هاي القناعة